بالنسبة لشركة أدوية سامراء ماضية بتحديث مستحضراتها وتسجيل عدة مستحضرات، فقد تم الانتهاء من تسجيل عدة مستحضرات دوائية كالسيفيبيم والفالديميت وكذلك الفلوكوناز، وبالنسبة للسيفيتاكزيم وسيفترياكسون فهذه مستحضرات تم الانتهاء من ملفاتها وتم دخولها إن شاء الله للإنتاج بأقرب وقت وممكن حال تهيئة كافة الطلبات الأساسية من عوامل سواء كانت فنية ودعم آخر لتهيئة كافة الظروف المناسبة للإنتاج. في بالنسبة كذلك هناك مستحضرات قد تم إنتاجها فعليا بوجبات استطلاعية كالريفاراكسام وديباكسين وكذلك الزنك تابلت، كل هذه المستحضرات تم إنتاجها بوجبات استطلاعية، وكذلك هناك لدينا مستحضرات عديدة هي قيد الإنجاز في وزارة الصحة حال اكتمال متطلبات إنهاء ملفاتها إن شاء الله. نعم لدينا خطوط إنتاجية جديدة فهي الآن قيد التباحث وقيد التوريد إن شاء الله، لدينا اتفاقية إسبانية حول هذا الموضوع، ولدينا خطوط ما يتعلق بالأنتيبيوتيك وكذلك المعلقات وغيرها من الخطوط التي إن شاء الله ستكون لدينا في شركة أدوية سامراء لتحديث الخطوط الإنتاجية، وستكون هناك طاقات إنتاجية كبيرة إن شاء الله. الشركة العامة لصناعة الأدوية حاصلة على عدة شهادات في مجال الجودة، 9001 اللي هو في مجال التوثيق، الشركة حاصلة على شهادة من شركة TQCS الأسترالية، كذلك حاصلة على شهادة الصحة والسلامة من نفس الشركة، وحاصلة على شهادة البيئة اللي هي 14001. هذه الشهادات الثلاثة ضافت للشركة سمعة جديدة بأنها حاصلة على طبعا يمكن الشركة الوحيدة أو عدة شركات من وزارة الصناعة اللي عندها ثلاث شهادات فقط في مجال الجودة. هاي ساهم في خلال توطين الصناعة الدوائية بالحصول على عقود جديدة من وزارة الصحة. السنة احنا حاصلين على 15 مليار عقود من وزارة الصحة مقارنة بالعام الماضي اللي حوالي 6 مليارات. هذا كله ساهم في تعزيز دور الشركة من خلال حصولها على الشهادات.